سعيدة. اليوم هنتابع سلسلة المقامات مع مقام الكرد، راح يكون هيدا آخر مقام بالسلسلة. خلونا نبلش. نوتات المقام من مفتاح الدي هن دي، اي فلات، اف، جي، اي، بي فلات، سي، ودي. الكوردات اللي بتتناسب مع هذا المقام هن دي ماينر، اي فلات ميجر، اف ميجر، جي ماينر، سي ماينر، اي ديمينشد، و بي فلات ميجر. مقام الكرد من المقامات الحلوه اللي فيها نلعبها على الجيتار لانه ما فيه ربع نوت. هيدي ليستا بابرز الاغاني على هذا المقام. هيك بنكون خلصنا سلسلة المقامات، رح نبلش نعمل أغاني على كل مقام.